فلامينغو هو أفضل خط هجوم في الدوري البرازيلي. رونالدينيو ضاعت أيام زمان وراحت أيام زمان. وهنا جونوس رايع جوناس، بارع جوناس، هايل جوناس، جوناس شوف 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 هكذا كان من المفروض أن يفعلها جوناس، أن يضيع جوناس وينطلق رونالدينيو الساحر، ولكن رونالدينيو هو من كان في موضع جوناس، ضيع الكرة وجوناس كان رونالدينيو. يا له من ساحر، يا له من بارع، يا له من خطير، يا له من سريع، يا له من مسدد، يا له من مسجل. مارانهو جوناس يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لقرطبة.